هدف الاتفاقية لإنشاء مركز إقليمي في المنطقة يكون مقر دولة الإمارات. الهدف منه هو الاستفادة من تجربة دولة الإمارات في موضوع التعلم الذكي ونقل تجربة دولة الإمارات إلى باقي دول العالم. في ورش ومحاضرات بتكون موجودة في دولة الإمارات، وكذلك بيكون في مستشارين في عملية تطوير التعليم بشكل عام على مستوى العالم. تعتبر هاي الاتفاقية اتفاقية نحن نشوفها في أثر عالمي لها، وكذلك بيكون لها تثبيت دولة موقع دولة الإمارات فيما يخص التعلم الذكي. اليوم البنى التحتية في الدولة من الأساسيات لعملية التطوير بشكل عام. نتكلم كذلك عن وجود بنى تحتية نستطيع من خلالها أن نطبق كثير من التطبيقات الموجودة. نتكلم عن إنترنت الأشياء، نتكلم كذلك عن الاتصال السهل بالنسبة للمتعاملين واستخدام الخدمات هاي بشكل سلس.